إديوجيت واحد من المعارض المهمة جدا في سوق التعليم العالي، لأن هو بيحط فرصة للطلاب إن هم يعملوا شوبينج ما بين الجامعات المختلفة، يشوف الميزات المختلفة، يشوف المجالات المختلفة، يشوف البرامج المختلفة، أساليب التدريس. يعني الحقيقة إحنا بنتيح للطالب إن هو يعرف أكتر عن الجامعة. إحنا بنوفر مواد فنية ومواد تعليمية للطلاب إن هم يتعرفوا على الجامعة بتاعتنا. بشكر إديوجيت على تنظيم هذا المعرض. جامعتنا هي أول مرة بتشارك في هذا المعرض، وبعتقد أنه التنظيم ناجح، وكان في أعداد الطلبة وزيارات والأولياء الأمور كان كتير ممتاز كويس. المعرض مدي نتائج كويسة جدا جدا، مترتب ترتيب جيد جدا جدا في يعني في الشكل العام بتاعه. كل الفاسيلتيز اللي هي كانت مطلوبة تقدمت لنا بالكامل، بالعكس احنا في حاجات تقدمت لنا أكثر من اللي كان مطلوب. والحقيقة يعني واضح ان طبعا ده المعرض التاسع، فواضح ان الخبره عاليه جدا جدا في إديوجيت، في الناس القناعه إديوجيت في خبره عاليه جدا في ترتيب المعارض. الطلبه بتستفيد حاجات كثيره جدا، لان هي برضو مهما كان التسويق بتاع الجامعه، انما هم بيجوا اجابه فيس تو فيس او وجها لوجه. الطلبه بيحب يبقى قدامه بيسال وبيجاوب، وبعدين بيحس بالناس بتوع الجامعه، بيقدر يحس باحساس اقوى بكتير من هو بقى اونلاين. في اقبال كويس قوي من الطلب على جامعه الجلاله والجامعات الاهليه عموما، وهو ده اللي خلانا ان احنا نستمر، على اساس ان معظم الطلبه في مصر دلوقتي عارفين إديوجيت وبيجوا إديوجيت. فاحنا بنشكر المنظمين على التنظيم الرائع والاستقبال، الحقيقه حاجه مشرفه جدا. يمكن تاني مره اجي إديوجيت، كل مره بلاقي انه التنظيم هايل جدا، وكل بوث بروحه بيبقى منظم وعندهم بروشورز، وببقى شيء يفرح الحقيقه. وبلاقي طلبه كتيره من مدارس مختلفه، حتى من محافظات. انا بيعجبني الموضوع ده جدا، ايفنت ناجح جدا الحقيقه. إديوجيت عامه هي اكسبيرينس جميله جدا، الاورجنايزيشن تحفه والمكان جميل جدا، فانا حاسه ان هو هو اتس ويل اورجنايزد، والمكان يعني الايفنت فعلا حلوه جدا. اي جاست بتحب تشارك بمعرض إديوجيت، هو يعتبر من اكبر المعارض في مصر لأولياء الأمور والطلاب للتعريف بالجامعات المصرية والأجنبية. مشاركتنا دايما بتبقى مميزة معاهم، وبيتقدموا لنا طبعا خدمات كتيرة من حيث الطلبة وأولياء الأمور. احنا دايما بننزل إديوجيت لأنه من أكتر الإيفنتس المحترمة اللي هي بتنظم تنظيم احنا بننبسط بيه. الفلو بتاع الطلبة بيفضل قاعد طول فترة الإيفنت، مش في فترة معينة وخلاص. تنظيم المدارس اللي هي بتيجي في اوقات معينه ورا بعضها، بحس دايما ان انا في وقت مش فاضي فيه، مفيش وقت انا فاضي فيه خلال مده الايفنت كلها. الموضوع بيكون يوسفل جدا، الموضوع بيجيب البيرنتس، بيجيب الستودنتس كلهم بيسالوا على اي حاجه. بحب ان هو الفير اللي هو بيكون موجود فيه، ان كل الجامعات موجوده، الستودنت بيخش يشوف اللي هو عايزه وبيسال كل الجامعات الموجوده. بحب انا الموضوع يبقى كده لايف موجود، بالنسبه برده من وجهه نظر الستودنت والبيرنت، فعشان كده دايما بحب إديوجيت.